في الاخير نكملوا هذا الفهم يعني نعطوها الخوت باش يفهموا بلي رانا كي ندورو هكذا رانا نتعبوا نديروا مشاكل للحساسين ثانيك وترك هذو ما يرحموا حتى واحد يعني اي واحد يقدر يروح ضحيه يعني كاش حساس من جانبنا حنا راني ديجا رحت دخلت بالايروسيس باش نطلع لفوق تحكمت مع تراكا فهمت وقلت لهم شكون الفوق واحد ما يدخلوا انا حنا شكون الفوق هكذا شغل ما على باش بيهم كاع ولا فاميليا ولا المهم ندخل انا ما دخلتلكش للبلوك باش يفهموا خاوتنا يقول لك صور لي الداخل يعني ولا الاخر بلي ماشي حاجه سهله حنا كي نلقاو كاش حاجه هكذا الغفله ولا رانا نصوروا لهم على شونطي بنوع ها اللي ديجا واحد ديال شوك فاو يعسو وراني عندي حادث مع الاساسين بلي راهي كثرت السرقه ودوك راهم لحقوا لي فينيشن فينال هم يديروا لي زانترفون هم يديروا دي جونكتور لتحت يشوا وراهم يديروا لي زابارتمون هم ديك بيرسك الاخر يسرقوا هم يدخلوا لهم ديك الخطره يسرقوا لهم الحديد يسرقوا لهم الاخر واحد يعني يعذر هذا ما كان هذه يعني خاوتنا باش ما يقولكش وهذو العمارات ليهم منا كاع سي كومبري حتى ال 24 25 26 قلنا راهي دعوة راكم شفتوا انا فينا بينا لكم من جهه الايرو 2 بلي راهم يديروا في لادا يعني المساحه هذه تاع الساحه الوسطانيه راهم يكونوا فيها ان شاء الله بالك الاسبوع الجاي ولا هذه تكون خلاصات يروحوا الايرو 3 ايرو 4 ايرو 5 وخلاص ايرو 6 مخدوم السلام عليكم.